السلام عليكم وصبحكم الله بالخير ونور السرور. بارح وصلنا سويسرا، الأجواء خيال، والآن في الطريق ما شاء الله شوف الثلج فوق، وفي الطريق إلى زيورخ، ولكن شكلنا راح نطول. المسافة ما هي بعيد، لكن شكلنا راح نطول بنزور كل المناطق اللي موجودة في الطريق، نستمتع في الأجواء الخيال. درجة الحرارة ما هي باردة مرة، يعني تقريبا 9، بس لو تطلع من الطريق راح تشوف إن فيه ثلوج على على أطراف الطريق زي هذا، مثلا نشوف ثلج ما شاء الله، وتو جانا مطر خفيف. صار الوضع الحين ثلج فعليا من اليمين ومن اليسار. هذه محطة البنزين في الأجواء السويسرية. الساعة الحين تقريبا 2:00 الظهر، درجة الحرارة تقريبا 6-7 درجات فوق الصفر، مو تحت الصفر، بس الأجواء خيال. هناك السيارات اللي شحن الكهربائي، هنا اللي يبي يغسل يدينا يقدر يغسل يدينا هنا. ما شاء الله، متعة للناظرين. أسأل الله يجزينا وياكم الجنة. كيف الجو لما يكون مطر وثلج؟ ومتعة للناظرين. وش ذا المنطقة الخيال، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. باركينج في نص الطريق، في هناك شواحن كهربائية حق السيارات، نشوف مناظر ولا أروع. في هناك في قرية ورا الشارع هذا، مرينا قبل شوي بنفق اتوقع يمكننا 25 كيلو، لدرجة ان وسط الحرارة داخل النفق يمكن 25 درجة مئوية، بينما برا هنا الجو تقريبا 6 درجات. شوف الجو اللي ولا الروع. حنا جالسين نتفرج في الاجواء الخيال ونسمع صوت ورانا، طبعا في منطقة هذه مشبوكة، هل لو يطلع في الأخير في نهر، بس نطلع التبة ذي في نهر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا القطار توا معدي ما شاء الله، بيدخل بيروح الجبال اللي هناك. أعتقد أن عدينا الجبل اللي يمكن النفق اللي وزنه اللي طوله يمكن فوق 25، الجبل هذاك مشوار محترم لدرجة انك تمل داخل النفق. هذا الأجواء الخيال ما شاء الله. في فندق هنا ومطعم، بشكل ما نشوف إذا ناسب المكان كنا قاعد فيه ونتقهوى من عند الله خير. هذه البلد
هالامطار وهالشلال والمناظر الخيال ما شاء الله. شو رايكم في هالمكان في منطقة قريبة من لوزير، واحنا في طريقنا من لوغانو في سويسرا، دورنا ستيك هاوس او ستيك، مطعم ستيك، وطبينا في هذا وما شاء الله. دقيت عليه استفسر، ردت علي اسر المشين، بعدها يمكن 5 دقائق قال له متصل فيني وما شاء الله، قال حياكم تواصلتوا معي، استغربت. فطلع ما شاء الله عربي وسوري، واكلنا باختصار احلى ستيك يعني ولا اروع. خلنا نعرفكم عليه هم كم. هذا اخونا مصطفى، يعطيك العافيه، شرفنا بزيارتك، اهلا وسهلا فيك، احلى اكل صراحه، شرفتك. تسلم والله. بحط لكم العنوان الموقع والتليفون، ومصطفى ما راح يقصر معك ان شاء الله. شو بعضنا سوريا اكيد اكيد ان شاء الله. شرفنا فيك، شكرا. هذه واحدة من أشهر الأكلات في سويسرا، تشيز فوندو. بسم الله. السلام عليكم وصبحكم الله ومساكم بالخير والنور والسرور، ويوم سعيد على الجميع. تمنياتي للجميع بالصحة والعافية في هالأجواء الخيال ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. شوية مطر ولكن وشوية ثلج، ولكن درجة الحرارة ما هي اللي باردة جدا، تقدر تلبس جاكيت خفيف، بس تلبس ثيرمال أمورك على قولتهم طيبة. ولنا زيارة المصنع الشوكولات، في أحد ما يبغى يشوف مصنع شوكولات؟ مما لذة وطاب. من هنا بداية الشوكولات، مصنع كاكاو، كيف تقدر تصنع كاكاو، يعطونك تبي تجرب، وإذا انك تبي تصنع لنفسك الشوكولات الخاص فيك. هذه بذرة الكاكاو، طبعا اكيد الحليب، كيف طريقه البدايه، طبعا التمساح ما له شغل الكاكاو. هذا نوع، شوف هنا لما نشوف الوايت شوكولات أو تعتبر زبدة الكاكاو. هنا عندك كاكاو، وعندك هنا مع كراميل، وهنا كلاسيك دارك، هنا سترونج دارك، هنا جراند شوكولات ضار 66% كاكاو. طبعا هي تجي أقراص زي كذا قاعد ندوق، وهي تجي أساسا من الماكينة هذه، تقعد تفردها مع الحليب مع مكسرات أي شيء، بعدين تجمد ثم يبدأ القص. أكيد إنه قاعد يستخدمون حليب البقر أو الماعز في صناعة الكاكاو. شوف هنا الخلطات اللي ممكن تحطها مع الكاكاو. هنا قاعد تغمس الظاهر الويفر، هنا الأكياس حقت الكاكاو، تغليف، شوف التغليف كيف. هنا بنشوف القوالب حقت الكاكاو، أشكالها بتكون هناك.
تقعد تدور لين ما تاخذ الشكل الصح. ونفس الشيء فيه برضه قوالب بس بتكون كبيرة، هذا الحجم وهذه حقة الحصان، ففي قوالب كثير اللي ممكن يشتغلون عليها، حاطين شوز. هم ما عندهم في الحياة شيء، عادي يسوي لك اللي تبي. عندك الكورنر هذا ما شاء الله، نشوف فيه كمية مرتبة، عبارة عن شغلة بسيطة. تبي تشم نوع من أنواع الكاكاو مثلا الكافي، ترفعها وتشم. هذا كاكاو بالبندق، طبعا نقدر نذوقه. وفي بعض الناس يحب الأكلات أو الكاكاو بنكهات غريبة، برتقال، ليمون. هذه وايت شوكولات مع الكورنفليكس مع الكاكاو. وهنا نشوف هذه الأنواع اللي ممكن تنخلط مع الشوكولات. طبعا تحت المصنع الحقيقي، شوف كاكاو قاعد يتدفق ما شاء الله. تاخذ لك النكهة اللي تبيها، فاتح الأغانق والذوق. ويعطونك المجال إذا تبي تسوي الكاكاو على مزاجك وعلى ذوقك، كل مكان تذوق منه لما تطفح من الكاكاو. وبكذا انتهت الرحلة. طبعا هي رحلة سريعة، فاكتور شوي صغير، بس يورونك يعني إلى أي درجة الإبداعات في الشوكولات وكيف صناعة الشوكولات. ويعطيكم العافية. ما شاء الله المنظر، خالطين لك بين المدينة والحضارة والقرية. ويا مساء الخيرات، ومهم جدا إذا أنك تسكن في أوروبا أنك تتأكد من الغرف، لا تقبل أول غرفة، دائما حاول تشوف الغرف الموجودة عشان تأخذ غرفة تقسيمتها ممتازة وفيها منظر حلو وموقع حلو عشان ما تتوهق. صبحكم الله بالخير. يبيلها الحين أحلى فطور وطلعه ونكمل رحلتنا إن شاء الله، نودع هالمكان العجيب. إحنا الآن طالعين من لوزرين متوجهين إلى زيورخ، في مناظر خلابة. عندك خيارين، يعني أنك تمشي مع الطرق السريعة توصل في نص ساعة، ساعة لربع، أو عندك أنك تقول جوجل أبغى توديني مع المناطق اللي زي كذا، أنك تتجنب الطرق السريعة، حسافة أنك تعدي هالمناظر علشان بس توفر مثلا نص ساعة في المشوار. فالميزة هذه جدا حلوة في جوجل مابس، تشوف قرى، تشوف مدن، تشوف شوارع الأصلية، تشوف البيوت الأصلية، تشوف حتى المناظر. يعني عادي بعد شوي ممكن نلقى مزارع قاعد يروح لمزرعته. يعني شوفوا بالله المناظر، مو حساب انك تعديها. شوف في انهار، في هنا موية تحت، ظهر ان ما راح يبين في الكاميرا. الزبدة ديرة، لا تأخذ فيها طرق سريعة، انبسط، استمتع في الأجواء الخيال هذه ما شاء الله. طالع هالبيوت، طريق، فعلا أنا قاعد أشوف هالطريق
من جد يبي له بايك او يبي له سيارة تكون سبورت 911. هذه اللي لقيناها في طريقنا، عشان كذا أقول لكم حالاتها أنك تمشي مع الريف. ما شاء الله مزرعة مليانة بقر مروقة ورائقة، ولكن الريحة ما أقدر أقول لكم. وما شاء الله سويت بحث سريع يقول لك المتوسط أكلها في اليوم تقريبا 10 كيلو، من 10 إلى 12 كيلو. تونا عبرنا هذا الجسر يكفي سيارة واحدة بس. Head west on Word Strasse towards Seemaden. شو رأيكم؟ هنا بنشوف في مكان خيول، ظهر يأجرون خيول، بس الوضع زي ما انتم شايفين الدنيا كلها مطر ومويه. هنا نشوف مكان هايدي كانت هنا. وصلنا زيورخ ولله الحمد، والأجواء مثل ما انتم شايفين في شوية غيوم وشمس. وصلنا ولله الحمد، كانت رحلة حلوة ممتعة أبو ساعة طبعا على الطريق الطويل، ولكن ممتع بكل ما تعنيه الكلمة. وهذه زيورخ يعني تونا واصلين أكيد، ما بعد خلنا نفتح الله خير ندوقكم الجو. الحين نروح نشوف لنا مطعم في الفندق، إذا ما ناسبنا ممكن نطلع المدينة نشوف وش فيه. طبعا مشهورين بالهايكينج، وقف سيارتك ولا وقف بايكك ويلا تمشى في الجبل. في شيء ودي أوريكم إياه، شو رأيكم؟ إن شاء الله لا بكرة بلا. صبحكم الله بالخير والنور والسرور، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أعطنا خير هذا اليوم وخير ما بعده، وكفنا شره وشر ما بعده. نكمل رحلتنا بإذن الله ونطلع من زيورخ، مع أنه والله البلد روعة بس نبي نكمل إن شاء الله ونستكشف أكثر.